مهم انفم دائرة مليف لدنا شنو شوش لدنا شنو شوش سدي الباب شكون قال لا الدخان على الناس وكلش خرج برا وخرج حدا الباب على الناس ماشي عليا المهم اخذت عليك بس لا لو بغيتي تدخن ولا شي حاجه خرج برا خويا عارفني بحال يكون الحمد لله الحمد لله كيف ما يكون الحال كنحمد الله ونشكره ولو انني الظروف ديالي ما كتسمحش يعني بجميع الجوانب انسان كان متغلب على الزمان كان متغلب على الظروف كان انسان طموح وباقي الحمد لله لحد الان انا كنطمح يعني ماشي كنيأس ولا كنيأس من الحياه ولا كذا اللهم لك الحمد وكنجري على راسي يعني ما كنقدرش نمشي ندق البيبان باش نمشي نسعى ونعطي يدي الناس ولا نخرج الفيروجات باش نتلغب اولا هاد الامور كلها كنتجاوزها يعني ما كنفكرش فيها بتاتا كطيح ليا في بالي ولكن ما نقدرش بالنسبه للحادثه ديالي انا واحد الشخص سعودي بلا ما قلت انا كنت صحيح الحمد لله واحد النهار اقتاد الحال في اش نقول لكم في 2016 27 بالضبط في رمضان وقعت لي حادثة سير تعرضت ليها وقع لي كسر دوفراكتور على العمود مستوى العمود الفقري بقيت دابا عندي كيف كنقولوا تابع الملف ديالي القضاء وهذاك الشيء القانوني كنت غادي قانوني كنسوري راسي غادي كيف اي مواطن صالح وكيحب الوطن وكيحب الخير للوطن كنت كنعيش مزيان ولو كانوا الظروف كيف كنقولوا الانسان كيكون عنده السلبيات والايجابيات دابا كندير الحراسه ديال السيارات وفي نفس الان ولو ان هذه النقطه اللي غادي نقول بالذات وكنركز عليها كنعرف بانه الكارو السجائر اللي هي كدر اللي كانت داراني انا الاول الحمد لله دابا حيدت البلية حيدت كل شيء اللهم لك الحمد كنضطر باش دابا كنعيش بها حتى هي باش حنت عندي تكاليف ديال الادويه غاليه بزاف عندي 32 ألف ريال شهريا ديال الأدوية أبر الدقة هذه أبر الأدوية ديال الدقة ديال لازماتيك كنمشي كنقاردي كنبيع الكارو كندرلف مع الوقت والزمان عاد في الصبر كيف كنقولوا بهذا المعنى هذه ما كنقدرش نمشي نعطي الدين على الناس ولا هذه رغم أنني محتاج لأي حاجة في هذه الحياة هذه محتاج لأي واحد يعطف عليا ويشوف فيا ويشوف من حالي أنا ما كنطلبش اقسم بالله ما كنطلبش وما كنرضاش نطلب ولكن كنبغي الانسانيه ديال الانسان لان الظروف دارت بيا كتعرفوا الظروف ديال الليل ماشي هي ديال النهار الظروف ديال الليل صعبه بزاف يعني كاين فيها الارهاق وبالنسبه لي انا واحد الانسان معوز في الصحه ديالي وكذا كنضطر بانه باش نكابر باش نزيد نطمح
ما كنديرش هذاك الياس باش انا نطرخى ولا نحس براسي عندي واحد الضعف ديال الاعاقه ولا لا، بالعكس انا كنت عايش مع اي واحد كيف واحد برجليه واقف كيف اي واحد كنعيش هكا. كاينين الناس كيف كنقولوا الله يكثر خيرهم مالين الطوموبيلات ومالين يعني اي واحد بحال هكا كيعطف عليا، يقدر يدوز واحد سكران واحد خارج من داره وطالع ليه الدم مع عائلته ولا الله اعلم كتبان ليه انت حارس ليلي ولا كيولي عينه في الطوموبيلات ولا خاصك تضطر باش تحمي راسك وتحمي هذوك الناس لان هذوك ممتلكات ديال الناس ما غاديش تقدر ولو تتعرض لاي حاجه فهمتي، كتسمى بانك واحد الشخص بحال كيف غنقول لك رجل امني. بالنسبه لهذا الفيروس وهذا الوباء اللي هو دخل من النهار اللي دخل اش غادي نقول لك، دابا حتى الانسان ما بقاش عنده هذاك العمل القار يعني كيمشي خدام وكذا وكيف كان كيجي كيبيع الطوموبيل ليلته والغد ليه كيهز يمشي للعمل ديالو ولا دابا الانسان ولا كيجي كيحط لك الطوموبيل شهر ثلاث ايام سيمانه خمس ايام خاصك تعس على هذيك الطوموبيل ولا هذوك السيارات نيت وتصبر على هذاك الشيء اللي مقدر لك الله تيجيو الناس على خاطر خاطرهم، يقدر يجي ما تلقاش واحد الساعه بالنهار يهزها ويزيد يعني تقدر ما تبقاش تلقاها ولا يجيك كاين كيجيك الانسان كاين اللي ولد الحومه راه كتطمئن ليه وكاين اللي براني كاين عاوتاني وبعض الانواع اللي كيجيب لك الطوموبيل ديالو كيحطها لك في المقر ديالك وهو الهدف ديالو اصلا ما كيخلصش الحراس الحراس نيت يعني الحارس ليلي ولا الحارس نهار ما كيعتبروش كيتخاوى عليه. انا من هالمنبر هاد الناس هادو كنقول لهم شوفوا من حال هاد الناس راه سهرانين على الاملاك ديالكم راهم متعرضين للوباء متعرضين للسرقه حتى هما متعرضين للضرب والجرح متعرضين لبزاف د الحوايج وبالاخص هي هاد المرض هذا راه تقدر تاكل العصا ولكن ما تاكلش المرض ما غاديش فهمتي ما الحياه انت ما غتسخاش بنفسك تكون مريض او لا تكون خدام ما بيك ما عليك باش تجيب واحد القوت يومي ولا شهري ولا ان سيمين ديالو وتدخل على داركم المرض. يعني كيف اي شخص كيخاف على عائلته والاسره ديالو ونفسه راه انا من واحد منهم.